بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. يعاني شبابنا هذه الأيام من ضياع الهوية. كيف يمكن أن نأخذ بيد الشباب إلى الطريق الصحيح والجادة الصحيحة بحيث يكون لهم هوية واضحة؟ ما هي سمات هذه الهوية التي تعبر عن الشاب المؤمن المسلم الملتزم المتدين؟ هذه الليلة في مأتم المرخ في قرية المرخ الحبيبة انتظرونا.